الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا موضوع الساكرويليك جوينت، في مفصل يجي بين آخر فقرات قطنية. هذه آخر فقرات مع البرك، في مفصل يجي هنا أو في مفصل هنا من جهتين، في مفصل هذا آخر عظم اسمه ساكرام هنا، وهذا العظم اسمه إيليوم، فاسمه ساكرويليك جوينت. فهذا شكله من الأمام، هذا هو المفصل، وهذا مفصل من جهة ثانية. فبعض المرات يصير في هنا زي عدم الحركة، يعني هذا الجوين يصير في زي الستك كذا، بعض المرات يصير في احتكاك أو خشونة، وبعض المرات يصير في زي sacroiliitis inflammation في المفصل هذا. علامة تيجي دائما في منطقة الهيب اريا، منطقة الحوض، وبعض المرات ينزل تحت في الفخذ، عادة ما ينزل تحت من مستوى الركبة، يا في منطقة الحوض أو في الفخذ، هذا مكانها هنا أو هنا. الألم اللي يجي من الـ SI joint أو مفصل البرك اللي هنا، فهذا مكانها تقريبا، في زي الكورة هنا وفي كورة هنا، هذه، فهذا المفصل وهذا المفصل، فهذا دائما يسبب آلام في المنطقة هذه، في منطقة الحوض أو منطقة البرك، وبعض المرات ينزل في الفخذ تحت، بس ما ينزل وراء الركبة عادة، دائما يكون هنا أو هنا بعض المرات، فهذا مكانها تقريبا بالضبط. هذه أول حركة ببدأ فيها كذا، المفصل اللي فيه عندي ألم، بحط رجلي هنا عليها كذا، على شيء مرتفع كذا، بحاول أسوي لها إطالة، فعلى طول أنا أشعر الآن بالراحة مرة هنا، فبضغط عليها زيادة، فالعضلات هذه كلها مشدودة من أسفل الظهر والبرك، كلها الآن صار فيها زي الاسترتش كذا، 10 ثواني، كل العضلات هذه الآن صار فيها ستريتش. هذا نعكسها، الحين في الحركة هذه أنا بحاول أرجع ركبتي كذا على تحت وبقاومها باليد لمدة 5 ثواني، 1 2 3 4 5 وريح، 1 2 3 4 5 وريح، بشوف إذا خف الألم معي بستمر أسوي نفس الحركة هذه لمدة 10 مرات، إذا ما خف الألم بحاول أجربها من جهة ثانية برضو مع المقاومة، برجع ركبتي كذا على تحت وبقاومها، 1 2 3 4 5 وريح، بعدين الثنتين سوا. الحين بحاول أسحب رجليها هذه فوق وهذه برجعها تحت، وقاومها من هنا وقاومها من هنا، يدي هنا تحت وهنا فوق، المقاومة كذا زي حرف الإكس كروس، المقاومة جاية من هنا من فوق ومن هذه من تحت، 1 2 3 4 5 وريح 5 مرات، 1 2 3 4 5 وريح. فعلى طول أنا أشعر بالآلام هنا في الجهة هذه، فمعناتها التمرين اللي هذا بالنسبة لي مرة مفيد، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4. الحركة اللي بعدها بالطريقة هذه، بحاول أجيب الفخذين مع بعض، بسكرهم مع بعض وأحط يدي هنا وأضغط عليهم كذا، 1 2 3 4 5، أو اثنتين مع بعض، 1 2 3 4 5 وريح، 1 2 3 4 5 وريح. أنت تستخدم كورة برضو كذا، وأحاول أسكرهم مع بعض، 1 2 3 4 5 وريح، 1 2 3 4 5 وريح. في حركة مرة بطلة نقدر نسويها بالعصا، هذه أنا بدخلها الآن، هذه من تحت الركبة وهذه من فوق الركبة من جهة ثانية، فبالرجل اليمين بدفع على تحت وبالرجل اليسار بدفع على فوق، وبمسكها من الطرفين كذا، 1 2 3 4 5 وريح، 1 2، هذه الآن جاية فوق وهذه تحت مع المقاومة، أو عكسها الآن، هذه من تحت وهذه من فوق، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. أنا لما خليت هذه تحت فحسيت بالألم هنا. طبعا في different techniques حتى للمساج المنطقة هذه، عشان دائما يصير في زي تقلصات في العضلات هنا، ف
الآن للمساج إن الواحد يقدر يستخدم حتى كورة صغيرة اللي تيجي حق التنس بول أو سبونج خفيف، فأقدر أسويها على الجدار أو نايم على السرير، أحط على نفس المكان هذه وأسوي بها عليها زي gliding movements، أحرك الهيب عليها، أو أقدر أستخدم المساجر هذا على نفس المنطقة. Thank you.